أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أكد أن إدارة الجوازات أصدرت 125 ألف جواز إلكتروني منذ تدشينه في 12 من مارس 2023 برعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، منوّن في هذا السياق بأن الجواز الإلكتروني شكل نقلة نوعية في مجال تسهيل إجراءات سفر وتنقل المواطنين، وحصد العديد من الجوائز الدولية نظرا لتميزه عن مختلف الجوازات من مختلف العالم. بعد مرور عام على تدشينه، حقق الجواز البحريني الإلكتروني إنجازا مشرفا، حيث تم إصدار 125 ألف جواز إلكتروني منذ التدشين، ليؤكد بذلك على الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستفيدين من خلال تنفيذ أفضل الاستراتيجيات والبرامج المتطورة. فريق عمل متألق قائم على هذا المشروع في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عكس بذلك روح الفريق الواحد، مما ساهم في تجاوز معدل الطباعة والإصدار المتوقع للجواز. هذا وتميز تصميم جواز السفر البحريني بأنه يمثل رحلة بصرية عبر الزمان والمكان، حيث يظهر ما تتمتع به مملكة البحرين من أجواء عربية مميزة من حصان راكض وصقر، كما يتميز بأسلوبه الخاص الذي لا مثيل له ليروي قصصا من تاريخ المملكة العريق، كونها تعد مركزا لتجارة اللؤلؤ، كما يعرض الإنجازات الحديثة والرؤية المستقبلية للمملكة لعام 2030.